يا تعرف فندم ان عدم السردينية انتظام طبعا السكر في مش الدم جماع ده ممكن عشان يعمل مشاكل يا كتيره جدا في الزوجه المفاصل. تعرف ان عدم انتظام السكر في الدم ممكن يعمل مشاكل كتيره جدا في المفاصل، خاصه في مفصل الكتف. عدم انتظام السكر في الدم بيؤدي الى تيبس مفصل الكتف، لانه بيعمل التهابات مزمنه في الاوتار المحيطه بالكتف، وبيبقى مصحوب معاها عدم القدره على الحركه. دايما عشان نحل المشكله دي لازم نعيد الانتظام لسكر الدم مره تانية مع علاج طبيعي مكثف، وبعض الاحيان بنحتاج تدخل جراحي لازاله الالتصاقات في مفصل الكتف عشان نحسن معدل الحركه تاني وترجع الامور كما كانت. الم اثناء الجماع طبعا دي مشكله، الجماع ده عشان الاستمتاع، فلو الزوجه شعره بالام يبقى لازم نشوف ايه اسباب الالام. اول سبب للالم ده هو انها ممكن يكون مفيش مداعبه جيده ليها، لازم يكون في الافراز اللي هو نزل منها، الافراز اللي هو الشفاف ده هو علامه انها حصل اثاره جيده ليها، فيقدر يكون العلاج ممتع بالنسبه لها وغير مؤلم. الحاجه الثانيه ان ممكن يكون عندها التهابات عامله لها برضو الم وقت الجماع، او يكون في بعض الاوضاع هي مش حباها او بتؤلمها. يبقى اذا احنا ما حلناهاش عن طريق المداعبات الجيده المبالغ فيها، يبقى ساعتها محتاجه انها تكشف عشان نشوف ايه الاسباب دي. الكوندوم كافي لمنع الخلفه، ولكن كل حاجه وليها نسبها. يعني لو الكوندوم ده اتقطع، لو الكوندوم ده اتقلع منك، يبقى ساعتها نزل سائل منوي هيحصل انجاب. فهي المهم كمان ان احنا نبقى عارفين بالطريقه الحسابيه امتى الوقت اللي هو اللي فيه التبويض، اللي هو تقريبا من 8 يوم بعد ما الدوره نزلت عليها لغايه لمده اسبوع، هو ده الاسبوع اللي ممكن يحصل فيه التبويض. الاثار سلبيه للمشيمه المتقدمه، اذا كانت مشيمه متقدمه ولم يتم التعامل معها بصوره محترفه، لم يتم تشخيصها بصوره جيده، ولم يتم التعامل معها بصوره مظبوطه، ده هيعرض المريض لنزيف جامد جدا. وزي ما قلنا ان النزيف الجامد ده هو نزيف حتمي، يعني هيحصل ومتكرر وبدون الم. يعني فجاه تجد المريضه فجاه نفسها قاعده في بحيره من الدماء. طبعا في اجراءات بتتخذ للناس اللي عندهم مشيمه متقدمه لمنع حدوث مشكله للام. من ضمن هذه الاجراءات مثلا ان المريضه تتحجز في مستشفى، تبقى محطوطه تحت الملاحظه ابتداء من النصف الثاني من الحمل، قاعده في المستشفى على طول، في دم دايما يكون حاجزينه لها ومجهزينه، لان ممكن نضطر لها دم في اي وقت من الاوقات. نمو الجنين بيتم متابعته بصوره جيده جدا، ونضج الرئه بتاعت الجنين بيتم الاهتمام بيه قوي باعطائها بعض المواد اللي تساعد على نمو الرئه، لان انا ممكن في بعض الاحيان اضطر ان اولدها، وبنولد المريضه بسرعه قبل ميعادها، يعني ممكن يا دوب في اول شهر 9 بنولدها فورا. ليه؟ عشان قبل ما يحصل للمريضه نزيف نكون احنا ولدناها وانقذناها من النزيف اللي ممكن يكون. الكبيره الهدف منها انها تثبت العظمتين قصاد بعض علشان يحصل الالتئام الطبيعي اللي ربنا بيعمله. في حالات من الكسور ينفع معاها الكبيره، لان بيبقى الكسر ثابت. اما لو الكسر ده متحرك وسهل الحركه كتير، يبقى الكبيره نفسها مش هتقدر تثبت الوضع الصح، وممكن بدل ما يلحموا كده العظمتين يلحموا كده. فخلي بالك الدكتور بيعتمد على ايه يعالج بالكبيره او يعالج بالشرايح، على ان العظميه دي ممكن تتحرك ولا ما تتحركش، يقدر يثبتها في الوضع ده بالكبيره ولا لا. رقم 2، خلي بالك برضو ان ساعات بيبقى الدكتور محتاج ان المريض بتاعه يرجع للاكتيفيتي بتاعته بسرعه ويقدر يمشي بسرعه زي كبار السن او رياضيين، فساعات بنضطر ان هو يدخل يعمل التثبيت الداخلي علشان يسرع العمليه دي. فدي بتتوقف على اختيار الدكتور مش على اختيارك انت. هل يا دكتور الزبادي ممنوع قبل السنه؟ انا ما بديش زبادي خالص قبل السنه، دي دايما الكلمه اللي بسمعها من الامهات، يا ترى هي صحيحه ولا خاطئه؟ ده اللي هنقوله في الفيديو بتاعنا. الزبادي من الوجبات، انا بسميها وجبات لانها تعتبر وجبه متكامله العناصر، فيها البروتين اللي بنعتمد عليه في بناء جسم الطفل في مرحله ما قبل السنه، فيها الدهون، في الكربوهيدرات، وفي الكالسيوم والفيتامينز والمعادن اللي محتاجينها للطفل في مرحله النمو خاصه ما قبل السنه. ولذلك الزبادي من الاكلات اللي بنعتمد عليها تماما في مرحله الفطام. ليه؟ لانها اولا بتدي البروتين اللي يستخدمه العظم والعضلات بصوره مبسطه، ويعتمد عليه الى حد كبير الجسم في بناء الجزء العضلي
في المرحلة ما قبل السنة أو في مرحلة الطفل الرضيع. كمان الزبادي من الحاجات اللي أثبتت الأبحاث والدراسات الأوروبية إنها ما بتسببش إذا اديناها بكميات معينة محسوبة في بروتوكول الفطام واديناها بشكل معين بنوضحه للأم دايما، بالعكس ده بيؤدي إلى إن الأطفال اللي عندهم حساسية ما تظهرش عليهم إلى حد كبير أعراض الحساسية إذا كان عندهم أي تاريخ مرضي في العيلة للحساسية. طبعا دي تعتمد هذه البروتوكولات الفطام على دراسات وأبحاث أوروبية. كمان الدراسات دي بتقول ان احنا كميات الزبادي بنحسبها ازاي وبنديها ازاي ساعدتنا الى حد كبير ان احنا ندخل الزبادي من اول سن الفطام اللي هو 6 شهور بنديه بكميات محسوبة على فترات معينة، وقلت بكتير اعراض الحساسية عند الاطفال دول. ولذلك ما نقدرش ابدا نمنع الزبادي قبل السنه، بالعكس ده من الاطعمه المحببه قبل السنه لاسباب كتير قوي، منها انها بتقلل احتمالات الحساسيه وبناء الجسم بشكل صحيح. البروتين بتاع الزبادي من اسهل البروتينات اللي بتبني العضلات وتقوي التون العضلي او الكتله العضليه للطفل. فانا بنصح كل الامهات ان الزبادي ما تمنعهوش ابدا قبل السنه، بالعكس احنا محتاجينه. دي حقيقه علميه مثبته مش اجتهاد خالص، وأحب أوضحها لأن في الآخر قلوبنا على قلوبكم.